عارفه دي ايه؟ ايه؟ ميه نار. مش هخاف منك لاني صاحبه حق، فمش هخاف. وخدتي حقك؟ على فكره انا مش بهددك، انا كنت جاي احرق وشك، بس قلت لنفسي تلاقيها هرموناتها ناقحه عليها شويه وهتهدى. بس خدي بالك، دي اول مره في حياتك تخونيني. ده انت ما عملتهاش واحنا عيال صغيرين. انت تستاهل تتخان مره واتنين. انت ما بتعملش في حياتك غير انك تخون وتبيع اقرب الناس ليك. لا، الكلام ده نبقى نقوله في قعده عرب واحنا قاعدين نتصافر. انما انا ليا حق عندك، واللي يأذيني يا كريمان ملوش عندي غير الاذيه. يا ترى هتخسرني ايه تاني المره دي؟ غبيه وما بتفهميش. انا لا سامعك ولا شايفك. انت ليكي معايا فرصه واحده، ترجعي العقود ويا دار ما دخلك شر، يا اما هتشوفي مني وش عمرك في حياتك ما شفتي. اخرك معايا يومين خلص الكلام.